Hello everybody, welcome back in a new episode of your program مدرسة على الهواء. أعزائي طلابي طلاب الصف السادس الابتدائي، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مدرسة على الهواء مادة اللغة الإنجليزية. النهاردة إن شاء الله we are going to begin or start the final exams اللي هو الفاينل exams المراجعة النهائية، وإحنا عارفين الامتحاناتنا قربت خلاص في اللي هو في كايرو جوفرنوريت وجيزا جوفرنوريت. أوكي، طبعا احنا عارفين الفاينل اكزام بيكون بيعتمد على 8 questions اللي هم 8 اسئله، واول حاجه اللي هي depend on listening اللي هو السؤالين بيعتمدوا على الاستماع اللي هو listen and circle and listen and complete. كل اللي عليك اللي زي ما بنقول كل سنه واكتر من مره اللي انت بتستمع للتيتشر في السؤالين دول، ما تشتغلش من نفسك، انت بتستمع للمدرس والمدرس بيقول لك اول حاجه على السؤال والاجابه او الاجابه مره واحده، وانت كل اللي عليك هتعمل سيركل. والسؤال الثاني اللي هو listen and complete هو استمع واكمل، وطبعا احنا عرفنا شكل الامتحان ازاي في الفيرست تيرم. كل اللي عليك اللي انت هتحفظ اللي هي الكونفرزيشن تايم اللي هي المحادثه اللي بتكون موجوده دايما في ات ذا بيجيننج اوف افري يونت، في كل بدايه اللي هي اليونتس اللي احنا عندنا، كل هتعمل فوكس عليها هتقراها كويس وتعرف المينينج وتعرف اهم حاجه السبيلنج يكون كوريكت. ليتس ستارت. نمبر 1، واتس ذا امرجنسي؟ واتس ذا امرجنسي يعني ما حاله الطوارئ؟ There is a museum in this city. There is something in our garden. طبعا احنا خدناها في what's the emergency في zoo animals escape، وكانت بخصوص what's the emergency. طبعا مش هقول there is a museum in this city، اكيد طبعا المستر هيقول لك what's the emergency there is something in my garden او in our garden. يبقى الكوريكت عندي، انت هتعمل كده، هتعمل underline او circle as you like. بعد كده عندي can you write the letter M on the board? I don't know how. Let me show you how. Can you write the letter M on the board? I don't know how. I don't know how. يبقى ال correct answer كده. يبقى المستر هيدخل يقول لك ال question and the answer. السؤال والإجابة. اللي بعده. اتغير شكل السؤال دلوقتي، الأول كان في سؤال واحد وعليه two answers إجابتين، دلوقتي عندي اللي هو two questions. هو اللي بيكون عندك اللي هو A و B اللي بيكون موجود في كراسة أو ورقة الأسئلة A و B كده، والمستر بيكون معاه الأنسر بتاعتها. فبقول she got a hundred على حسب الليسننج بتاع المستر، على حسب اللي هيديهولك. أقول لك what's why is Mona happy she got a hundred كده، ممكن التيتشر يقول لك أو ممكن يقول she got a hundred وأنت هتعرف طبعا. حد جاب 100 أكيد هيكون happy not sad. يبقى why is Mona happy she got a hundred كده، ادي السؤال او ده طريقته. بعد كده عندي برضو نفس الشكل two questions سؤالين وعليهم one answer. One answer how many female pilot work for your airline, how many pilot work for your airline. الاثنين طبعا ينفعوا، بس هشوف الانسر بتاعتي هي اللي بتحدد تكون مع التيتشر. I think one third of the pilots are female. I think one third of the pilots are female. ودي خدناها في اللي هي كانت في conversation time between a pilot and اللي هو كان بيعمله two students كان بيعمل اللي هي an interview. يبقى how many female pilots work for your airline? I think one third of the pilots are female. بعد كده هدخل على السؤال اللي هو بيعتمد على listening وانت اللي بتكتب listen and complete. يبقى تستمع من مستر، ممكن يقول لك الكونفرزيشن كلها وممكن يقول لك الكلمه بس على حسب المستر اللي هو بيقولها. يبقى الكلمه لازم تكون صح يا جماعه، لازم تكون كاتبها صح، انت في جريد 6 وما تضيعش من نفسك من عليك 6 درجات. السؤالين اللي احنا بنتكلم عليهم دول عليهم 12 ماركس 12 درجه. اول حاجه ادي ده كل اللي دي شكلها. Where were you last night? I was at school because there was a concert. كنت فين امبارح؟ انا كنت في المدرسة because there was a concert كان في حفل موسيقى. Does your school give a concert every month؟ هل مدرستك بتعمل concert حفلة كل شهر؟ Yes and many students sharing it وبعض كتير من students بيشاركوا فيها. What musical instrument do you play؟ هيرد ويقول I play the flute. كده كده شكل الديالوج كلها. نشوف السؤال جاي ازاي. السؤال بيكون كده، بيكون عندك في كراسة او في ورقة الاسئلة بيكون الشكل.
يبقى وير ويري هو اونلي وان وورد يا جماعه، هو بيقول لك وان وورد مش بيقول سؤال، لكن احنا بنعوضك عشان خاطر احنا مش عارفين الكلمه اللي بتيجي، ممكن تيجي وير، ممكن تكون يو، ممكن تكون لاست، ممكن تكون سكول، اتسي، فاحنا بنقول لك على اكتر من حاجه عشان تكون بتعرف تكتبها صح. هي الكلمه الميسنج بتكون وان وورد، يبقى وير وير يو ادي اول حاجه، وير وير يو لاست ويك، ممكن يا يجي لي وير يا اما يجي لي يو يا يجي لي لاست ويك، احنا بنعودك اكتر عشان تبقى في الهاند رايتنج اصح يعني. I was at school because there was a concert. Does your school, does your school give, ممكن تكون give لوحدها او a concert او every month. يا دي يا دي يا دي، اوكي؟ او ممكن تكون does اللي في الاول. يبقى does your school give a concert every month؟ قال له yes and many students sharing it. What musical instruments؟ وممكن تجي لي برضه what او musical instrument. دايما بتيجي ثلاثة easy one difficult، ويكون ثلاثة صعبين سهلين، واحدة بس اللي هي صعبة بيكون السبيلنج بتاعها كبير شوية. وانتوا اكيد طبعا متعودين على الكتابة او اتعودتوا عليها في السؤال ده في الترم الاول. What musical instrument do you play؟ قال له I play the flute. على حسب الليسننج اللي موجود، هي يعني بتجيلي فلات بلاي او بتجيلي كلمه ذا فلوت او اي ميوزيكال انسترومنت اللي هي اي اداه موسيقيه بتكون موجوده في الليسننج. ده السؤال كده خلص. ندخل على سيركل ذا اود وان اوت. هو مش كده بس، السؤال ليه شكل تاني. سيركل ذا اود وان word out and replace it with a correct one. يعني ايه اللي انا بعمله في السؤال ده؟ هو two steps، خطوتين، انت بتعمل سيركل على الكلمه اللي مش suitable، مش مناسبه مع الباقي، وكل اللي عليك بتكتب في البراكتس في الاقواس اللي هي موجوده اللي هو جايبها لك، تكتب كلمه مناسبه. يعني مثلا يجيب لي كلهم مثلا ايه animals، حيوانات، يجيب لي ثلاثه حيوانات ويجيب لي في وسطهم مثلا ايه بيرد، طائر، يبقى انت هتشيل البيرد وتحط animal suitable مناسب، او العكس ممكن يجيب لي الوان، ثلاثة الوان ويجيب لي مثلا جوب او وظيفة انت تعمل سيركل عليها وتجيب ايه؟ وتجيب كلر، او العكس برضه. اول حاجة بيشوف شكل السؤال ازاي. Circle the old word and replace it with a correct one. Bike و school و taxi و bus. Bike و school و taxi و bus. انت هتركز في السؤال ده عشان دايما احنا بنلاقي هو ده الاكتر فيه اخطاء، هو والري ارينج نركز فيهم. Bike دي وسيلة مواصلات، وتاكسي وسيلة مواصلات، وباص برضو. فالكلمة اللي مش مناسبة كلمة سكول، سكول دي بليس، يبقى اعمل عليها سيركل. ادي اول خطوة، ادي السيركل بتاعتي اللي عاملها، وهجيب هو بيكون جايب لي براكت اكواس، انت هتكتب كلمة مناسبة، اي كلمة، ترين، ترين، اوكي، قطر، او اي كلمة من اللي هي الموتور سايكل لو بتعرف تكتبه، من وسائل المواصلات، بلين، بلين طيارة، تكون اهم حاجة تكون بتعرف تكتبها صح، اوكي. ممكن تكتب اندر جراوند، اندر جراوند اللي هو مترو الانفاق او سب واي، اتس يعني بايك وسكول وتاكسي وباص، وطبعا السيوتا اللي هي اللي انا اول حاجه هعملها اللي هي على سكول، وبعدين اكتب كلمه مناسبه. عندي روم وفايلن وهارب وبيانو، دي اول يونت بدانا بيها اللي هو سكند تيرم، كانت اللي هي ذا سكول كونسرت، وكانت بتعتمد على الميوزيكال انسترومنت اللي احنا كنا متكلمين عنها من شويه، وخدنا كتير زي الفايلون والهارب والبيانو والترامبت والتشالو وكل والجيتار، كل الحاجات ديت اسمها ميوزيكال انسترومنت اللي هي الادوات الموسيقيه. فانا عندي فايلين وهارب وبيانو، روم دي مش مناسبه، فاكيد هعمل عليها اول حاجه سيركل، واجيب اي حاجه اكون بعرف اكتبها ترامبت، اللي هو مثلا اي حاجة من الادوات الموسيقية اللي تكون بتعرف تكتبها صح. بعد كده off off double f و put و to و on، دي حروف الجر. احنا قلنا اخدنا السنة دي عيلة كبيرة من حروف الجر، واخدنا on و at و for و behind و across و across from و above و below و next to، دي كلها ادوات اسمها حروف جر. حروف جر ممكن تكتب تشيل حاجة من اللي هو جايبها ديت، تشوف هنناقشها دلوقتي، وتكتب اي حرف جر من اللي انت حافظه. عندي put طبعا ده verb، وهتشيله هتعمل عليها سيركل، وتجيب ان مثلا، ان ده حرف جر، ان at، بس اهم حاجة ما تكررش، don't repeat the word، ما تكررش الكلمة. يعني ممكن ناس يعملوا نفسهم اذكياء شوية ويكتب نفس حاجة من الموجودة، لا ده خطأ يا جماعة. انت اهم حاجه انت ما عملتش، انت عملت صح على الحاجه اللي هي ايه اللي هي اود
اود وان اللي هي مش موجوده مش مناسبه، فانت هتجيب حاجه مناسبه للباقي، فما تكتبش كلمه مكرره. يبقى نكتب ان اون، طبعا اون موجوده، ان فور، اي بريبوزيشن حرف جر تكون بتعرف تكتبه. angry sad و slowly و happy. angry angry يعني غضبان، و sad يعني حزين، و slowly يعني ببطء، و happy يعني سعيد. كل دول adjective. adjective وقلنا الصفات، الصفات اللي هي زي angry زي sad زي happy زي slow زي loud زي quiet زي quick زي fast، دي كلها اسمها adjectives اللي هي الصفات. عندي الادفيرب، الادفيرب يكون باخره ال y، فانا ادام ده اسمه adverb يبقى اكيد طبعا هشيله، يبقى هعمل عليه سيركل كده واجيب حاجه ممكن اشيل منه ال y تبقى slow بس، او اجيب اي حاجه ممكن hot sad cold اي suitable ايه adjective اي كلمه او صفه مناسبه للباقي. فهو شال ال y بقت slow. بعد كده read the passage. read the passage دي القطعه، سؤال القطعه. انت هتقرا الاسئله كويس، انا دايما بقول لكم كادفايس فروم مي يعني اللي هي نصيحه مني، ان انت بتقرا الاسئله قبل ما تقرا القطعه، عشان وانت بتقرا القطعه تكون فاهم انت بتدور على ايه او على اجابه ايه بالظبط. اول حاجه عندي here are some facts about giant pandas، واحنا خدنا giant pandas في الترم الاول. When giant pandas are born they weigh 80 to 140 grams. Adults are usually weigh 80 to 125 kilos. يبقى تاني here are some facts، في بعض الحقائق عن الجيانت باندس. باندس اللي هي الباندا، باندا العملاقة، واحنا عارفين ان هي موجودة في the mountain of China. When giant pandas are born لما بيتولدوا they weigh بيزنوا من حوالي 80 ل 140 جرام. جرام بيكونوا صغنانين جدا. Adults لما بيكبروا usually weigh 80 to 125 كيلوز، يعني هم صغيرين من 80 ل 140 جرام، وهم بيكبروا من 80 ل 125 كيلو. Giant pandas eat bamboo، بياكلوا بامبو. They don't hibernate in the winter، هم ما بيعملوش بيات شتوي من في الوينتر. Because they have to eat 8 to 16 كيلوز of bamboo every day، عشان لازم كل يوم ياكلوا من 8 ل 16 كيلو من النبات البامبو الخيزران ده every day كل يوم. They eat for 12 to 16 hours daily، يعني بياكلوا من حوالي 12 ل 16 ساعة يوميا. واحنا خدنا كل حاجة عن الباندا الترم الأول. طب حد هيقول لي الترم الأول جايبها لي في الترم الثاني، دي اسمها general information، معلومات عامة، فأنت ما بتكونش بتتقاس على الترم الأول أو الترم الثاني، دي معلومات عامة زي بالظبط اللي هو الجرامر. الجرامر مش متوقف على سنة معينة. يبقى giant pandas eat bamboo. They don't hibernate in winter because they have to eat 8 to 16 kilos of bamboo every day. They eat for 12 to 16 hours daily. Giant pandas walk and run on the four legs. طبعا زي اي animal giant pandas اللي هم الباندا العملاقة، walk يعني بيمشوا، and run on the four legs طبعا بيمشوا بيجروا على رجلهم الاربعة. They can climb trees، يقدروا اللي هم يتسلقوا الاشجار، and swim ويقدروا يعوموا. Giant pandas live in the mountains of China، بيعيشوا في جبال الصين. نيجي على الأسئلة. When giant pandas are born they weigh، عندي بقى دلوقتي اللي هي choose، هيجي لي تو أسئلة multiple اللي هو WH أو الاختيار من متعدد، وفي اختيار من متعدد اللي هو choose، يعني ايه اللي انت بتقوله لي ده؟ في اتنين بأداة استفهام بيسألك بوات أو وير أو وين أو أي حاجة، وفي اتنين سؤالين تانيين بيجيب لي اللي هو اختار زي choose the correct answer. When giant pandas are born they weigh grams 18 ولا 8 ولا 80 ولا 800 grams. طبعا هم احنا قلنا 80 يعني 80، يبقى هي 80، يبقى اكيد قلنا من 80 لغايه اللي هي ل 100 او 120 جرام. قلنا جرام نوت اي not kilos، لكن لما بيبقوا others لما بيكبروا بيكونوا من حوالي 80 to 125، يبقى هما صغيرين من 100 من 80 لغايه 140 جرام، اوكي؟ وهما بيكبروا بيكون من 80 ل 125 كيلو، فهما كاتبين جرام جرامز، يبقى ناخد 80 جرامز، يبقى الصياطبل عندي هي 80.
بعد كده جاينت باندا ليف ان ايه؟ لسه قايلين بيعيشوا فين؟ في الماونتينز ولا الكلاسس ولا الاوتالز ولا جاردنز؟ طبعا بيعيشوا في الماونتينز، ماونتينز اللي هي الجبال، تشاينا جبال الصين. بعد كده عندي وات دو جاينت باندز ايت؟ احنا عارفين ان هي بتاكل ايه؟ ايت بامبو، بياكلوا بامبو. يبقى عايز تقول they eat bamboo، يبقى they عشان عايدة على giant pandas، وتقول eat عشان هو سائل في ال present simple والمضارع البسيط، وهتكتب البامبو اللي هو النبات اللي بياكلوه، يبقى giant pandas eat bamboo. اللي بعده why don't giant panda hibernate؟ احنا قلنا ليه هم مش بيعملوا hibernate اللي هو بيات شتوى؟ عشان هم بياكلوا من حوالي because they have to eat 260 كيلو of bamboo every day، عشان هم لازم ياكلوا من حوالي من 8 ل 16 كيلو بامبو في الساعة، وممكن تزود عليها اللي هم برضو بياكلوا من 8 ل 16 ل 12 ساعة يوميا. طب لازم ياكلوا، ممكن الإجابة دي تعمل اديشن اللي هي إضافة للإجابة دي برضو، because they have to eat 8 to 16 كيلوز of bamboo every day. كده السؤال ده خلص. عندي write four sentences، اكتب اربع جمل. ده السؤال ممكن يجي لي ايميل الترم ده تحت ايه ده، ممكن يقول لي رايت انا ايميل، اوكي. ممكن السؤال ده ممكن يكون مش شرط باراجراف يا اولاد، مش شرط يكون باراجراف، يا اما يكون باراجراف يا اما بيكون ايه باراجراف، رايت باراجراف اوف فور سنتنس، او رايت فور سنتنس، او لوك اند رايت فور سنتنس على حسب السؤال. او ممكن يقول لي رايت انا ايميل تو يور فريند كذا، تو يور فريند مثلا عادل، تو تيل هيم اباوت يور فيزيت، يور لاست فيزيت تو بيراميدز، your email address is مثلا adil@gmail.com، your friend address is مثلا ali@gmail.com. يبقى قلنا السؤال بيتغير، السؤال ده بيختلف على حسب اللي هو بقايل لك عليك. write an email اللي انت تكتب ايميل اللي هو الايميل احنا عارفينه اللي هو شكله ازاي، هحاول اقوله لكم دلوقتي، او write for sentence اللي هو اكتب اربع جمل. يعني مش على طول يجيب لك اكتب، يجيب لك صوره واكتب وتكتب تحتها اربع جمل، ممكن يكون write an email. فنشوف شكل الايميل، هكتبه على الداتا في السريع كده عشان تعرفوا بسرعه في عجاله، عشان خاطر تعرفوا شكله ازاي. بيقول لي write an email to your friend علي telling him، تقوله يعني about your last visit to the pyramids، your name اسمك is عادل، او خليها your email is adil@gmail.com، your friends email is ali@gmail.com. ده شكل السؤال اللي بيجي لي. write an email، قول لي شايفين يا اولاد، write an email to your friend علي telling him about your last visit. خلي بالكم كلمة last دي يعني استخدم كله ماضي بسيط، to the pyramids، pyramids الاهرامات، your email الايميل بتاعك is adil@gmail.com، your friend's email is ali@gmail.com. شكل الميل بيكون ازاي؟ ادي شكل السؤال، شكل السؤال بيكون عندي كده. شكل الايميل بيكون to وبعدين from وبعدين subject، to وبعدين from وبعدين subject. to مين؟ الى مين؟ نرجع للورقة بتاعتنا، لمين؟ to ايه؟ to alice@gmail.com. يبقى ادي اول حاجة ali@gmail.com. from مين؟ من مين؟ قال له your name is adil@gmail، يبقى اسمك، ما تكتبش اي معلومات عن نفسك، اسمك adil at
gmail.com. اوكي. السبجكت، السبجكت يعني الموضوع، الموضوع اللي هو ايه؟ telling him about your last visit. يبقى telling him هتقول له عن اللي هي الزياره السابقه بتاعتك للاهرامات، يبقى my last visit to the pyramids. ده الشكل، الشكل بتاع الايه؟ الايميل. هتسيب شويه كده وتكتب هاي، هاي، وهو كان اسمه ايه؟ هاي ايه؟ علي. وتقول له جريتنج، جريتنج يعني ايه؟ اكيد مش هتبتدي على طول كده، هتقول له هاو ار يو علي، هاو ار يو علي، هاو اباوت يور فاميلي مثلا، هتقول له هاو اباوت يور فاميلي، هتقول له اي ام فيري هابي تو رايت تو يو، اي هوب تو رايت تو يو، اي جمله من الجريتنج، من من التحيه اللي احنا قلنا عليه. هتقول له اي ام جوين، اي ام تيلينج يو، خليها تيلينج يو، هقول لك اباوت my last visit to، نكمل الباقي. يبقى قلنا how are you، I am telling you about my last visit to the pyramids، ونحط طبعا بعد كل جملة full stop كده، ونكمل بقى. هتقول ايه انت عملت last week مثلا، هتقول عملت ايه الاسبوع اللي فات، last week I went، طبعا هو محدد لي الزمن، يبقى last week I went to the pyramids، I مثلا talk أو I spoke، spoke يعني تحدثت to the tourist، I saw many tourists يعني أنا شفت سياح كتير، I rode the camel أنا ركبت الكامل، I took pictures with مثلا إيه مع the tourists، أو I took pictures with مثلا with the pyramids يعني وأنت واقف يعني، أو stand on، أو stand on مثلا the pyramids أو stones. تكتب أي حاجة من اللي أنت عملتها هناك. اوكي. هتقول it was، وفي الاخر تقول it was a nice day او I had a nice time. يبقى اهم حاجه ما تقلش عن 5 sentences، عن ايه؟ عن 5 جمل. يبقى اهم حاجه ما يعني مثلا لو جالي الجريتنج احنا شلناها، how are you، how about your family، I am very pleasure to write to you، I am very مش عارف تكتب pleasure، اكتب I am happy to write to you، I hope to write to you، اي جريتنج، اي جريتنج. وبعدين تدخل بقى في السياق الايه، تقول له انا هخبرك عن كذا، I am telling you about اللي هو جايبه، a birthday مثلا، هتقول my weekend، على البيراميدز، اي موضوع اللي هو جايبه، وتركز قوي هو كاتب لك في الفيوتشر، في المستقبل، مثلا your next ولا your last. next يبقى تستخدم going to او will، واحنا شرحناها will بلس الانفينتيف، او تكتب I am going to visit مثلا the pyramids، لكن هنا هو حدد لي وقال لي last visit to the pyramid. اوكي. يعني الزيارة الاخيرة للاهرامات. يبقى كله هتكتبه في الباست سمبل، وجمل بسيطة تقول I rode the camel، I talk او I talked to the tourist او I spoke. اوكي. It was a nice day، I rode the camel. تقول على الحاجات اللي انت عملتها هناك في البيراميدز. نشوف بقى السؤال ده شكل الايميل، وتكتب في الاخر yours، yours واسم الايه المرسل، yours وعادل. اوكي. yours وهو جايب، ما تكتبش اي معلومات عن نفسك. نشوف الشكل الثاني، write four sentences، اكتب اربع جمل، شكل كده جايب لي ايه؟ جايب لي صورة كامل، وجايب لي ناس، في واحد بيغسل العربية بتاعته، يعني الشكل ده يوضح اللي انت ممكن تكتب اكتر من جملة. ممكن تقول ايه؟ I was washing my car when the camel walked by. اوكي. ممكن نقول my father was reading a newspaper when the camel walked by. تقول مثلا there was a parrot on the roof. parrot زي شايفين في ببغاء، الببغان موجود على الروف. اوكي. يبقى تكتب اربع جمل تكون correct. the man is reading the news، الاخبار، الراجل بيقرا الاخبار. the boy is washing the car. the camel is walking by the boy. The parrot is standing on the roof. شايفين يا جماعة كل الزمن واحد، ما كتبتش في الباست وبعدين كتبت في البريزنت، لازم نوحد الزمن، الزمن كله. جايب البريزنت كونتينيوس، يبقى أكمل في البريزنت كونتينيوس. زمان احنا شايفين الرجل، the man is reading the news، بيقرأ الأخبار. with the boy is washing the car، شايفين الولد بيغسل الايه العربيه. ممكن تقول the man read the news، لو انت عايز تخليها في الماضي، the boy washed the car، the camel was walking or walked by the boy، or the parrot was standing stood sorry
او ممكن تقول the parrot was on the roof او was standing on the ايه on the roof. يبقى ده على حسب الزمن اللي انت هتكتب فيه وكده تاخد ال 6 marks. بعد كده write a letter، اكتب خطاب، نشوف شكل الخطاب برضو ازاي. write a letter to your friend وائل to tell him about your favorite instrument. your name is هاني and you live at 25 Nile Street Tampa. دي المعلومات، شكل الليتر برضو ادي شكله. اول حاجه من على من على اليمين عنوان مدينه تاريخ، عنوان مدينه تاريخ، تاني عنوان اللي هو ادرس، وبعدين المدينه السيتي، وبعدين التاريخ. يبقى من على اليمين، من على اليمين، من على الشمال، مش على الشمال، تعمل ثلاثه كده، عنوان ومدينه وتاريخ. ايه العنوان؟ اللي هو الادرس اللي هو جايبه، والمدينه اللي هي مكان اللي هي 25 النايل ستريت، ده العنوان اللي هو جايبه لي اللي هو مكتوب. وبعدين المدينه كانت ايه؟ طنطا. وبعدين التاريخ، اكتب تاريخ اليوم الامتحان بتاعك. يبقى تاني نحفظها كده، عنوان مدينه تاريخ، وبعدين تسيب شويه، تسيب 5 سم كده وتكتب دير واسم المرسل ايه. اوكي، يبقى ادي شكل الخطاب عندي بيكون شكله عامل ازاي عشان الوقت بتاعنا. ده have a view كده. ادي دير وائل، I am very pleased to write to this letter. I like playing the cello, the harp and the guitar. I am sometimes a soloist on the piano. You can come and watch the performers. وهنا في الاخر see you soon yours with signature. ادي شكل الخطاب. دلوقتي الوقت عدى معاكم بسرعة، أتمنى تكونوا استفدتوا من الفاينل إكزام النهاردة. إن شاء الله نشوفكم إن شاء الله next Tuesday أو في الفاينل ريفيجن بتاعتنا إن شاء الله. wish you good luck and bye bye.